الوجه بتاعنا كده، هنا عين وهنا عين تانية، والمسافة اللي ما بين الحاجب، خط الحاجب ده وخط الأنف، بنعمل مسافة زيها كمان هنا كده، من هنا لهنا، وده بيكون مكان الذقن تقريبا. وليه بنقول تقريبا؟ لأن كل الخطوط دي هي مجرد خطوط أولية، وارد إنها تكون فيها أخطاء. هنا تكون الجمجمة دي، بنوصلها بدي كده بالشكل ده، هكذا. وهنا كده، الأذن زي ما اتفقنا هتكون في الربع اللي هنا كده. نمسح الخطوط الزائدة، ومن هنا يكون خط الرقبة، والخط الثاني من هنا. طبعا هنا ممكن تحط خط بس بسيط للفم كده. كده انت اسست البورتري بتاعك. حاسس ان خط الرقبة ده مش لطيف، يعني انا ببقى نازل، المفروض بنازل كده ثم كده ثم كده. الخطوة التانية ممكن نبدأ نرسم الحاجب مثلا، بنشوف المسافة ما بين الحاجبين، ادي حاجب وادي التاني تقريبا هنا كده، هكذا، ونهاية الحاجب تقريبا بتكون عند بداية الدائرة اللي احنا عملناها دي. الحاجب التاني بهذا الشكل، وبرضه لازم نقول ان الحاجب هنا شكل مبدئي، احنا لسه ما دخلناش في تفاصيل دقيقة، احنا بس بنعمل الاشكال او العناصر من الخارج فقط. طيب هنا هنبدأ ننزل من الحاجب ده بهذا الشكل إلى بداية الأنف، هكذا. الأنف هنا احنا عاملينها على هيئة كرة بالشكل ده كده، بينزل من هنا هذا الشكل إلى الكرة اللي احنا عملناها. وبيتم رسم الأنف بالشكل الطبيعي اللي احنا كلنا عارفينه.
قبل ما نرسم الفم نفسه بنبدأ ننزل بالمنطقة اللي هنا كده من الأنف وإلى الفم هكذا. بعد ما بنرسم المنطقة اللي رسمناها دي علشان تساعدنا نحدد المسافة السليمة ما بين الأنف والفم، نرسم الشفة العلوية بهذا الشكل تقريبا بمحاذاة الأنف تقريبا هنا كده، نمسح الخط القديم ده ومنه نرسم الخط التاني على طول هكذا وهكذا. بنبدأ نشكل الخط المستقيم اللي احنا عملناه ده عن طريق خطوط وكيرفات بسيطة عشان تدينا الشكل الخارجي للوجه من بره وكذا. ثم الزقن نحاول برضو نديله تفاصيله الدقيقة، بعض التظليلات هنا في منطقة الظل
هكذا هتلاحظوا ان بدأت الملامح تظهر لنا بشكل ادق لما حطينا الخطوط وبعض الظلال في المنطقة السفلية من البورتري. ممكن نحط المسافة اللي بين الأسنان ظاهرة شوية هكذا وهكذا، ونديها شوية تظليل بالشكل ده. وهنا طبعا بتكون منطقة ظل، فمفروض ان احنا بنخليها داكنة الى حد ما بشكل فارق عن باقي التظليل هكذا. وبعد الأذن نبدأ نرسم الشعر مباشرة بخطوط خفيفة بالشكل ده. هنا كده كده أنا عملت بداية الشعر اللي هبدأ بناء عليها أكمل حدود الشعر الخارجية من هنا. ممكن الأول تعمل زي خط بسيط كده وعليه أحدد الخصل الداخلية. نعمل تبسيط للخصل قدر الإمكان، ما نركزش في خصل وتفاصيل دقيقة وكل الكلام ده. كل الكلام ده مش هيساعدنا، التركيز يعني في تفاصيل كتير مش هيساعدنا على تطور يعني، بل هيستهلك مننا وقت ومجهود ومش هتكون النتيجة كبيرة، عكس ما إننا نركز في العناصر الخارجية تبسيطها الخطوط حدتها توافقها مع بعضها. كل ده هيساعدنا في تنمية قدرتنا البصرية بشكل ملحوظ جدا. دي الخصلة اللي في المنتصف هكذا هكذا، في تداخلات كتيرة في الشعر فبحاول اخدها خصلة خصلة. Thank you.
ثم نظبط الجزئية اللي هنا دي بتاعت الوجه، عظمة الوجه كده، ثم هكذا. والحاجب ومنه الجبهة. أما بالنسبة للعين يا فنانين، ففي البداية كده بحب أعمل خط من الأنف كده. الخط ده بيساعدني أعرف العين بتبدأ منين هكذا. والعين التانية بما إن وجه شبه جانبي فبتبدأ من هنا، مش محتاجة خطوط، تمام. وخط أفقي بعمله فين بقى بالظبط؟ في نص العين؟ لأ، بحب أعمله دايما في نهاية أو عند الجفن السفلي كده، نهاية العين تقريبا بهذا الشكل. والزاوية اللي هنا دي هي اللي بتبدأ منها العين، يعني هنا بنرسم القناة الدمعية كده وبنطلع منها بالجفن العلوي بهذا الشكل. ثم الكسرة اللي فوق العين دي، ونظبط الجفن أكتر هكذا. شوية تظليل وهنا كده، كل ده بيفرق في الفينش أو في النتيجة النهائية. هكذا. طيب تعالوا قبل ما نكمل العين نبص للعين التانية. ممكن أبدأ بطريقة تانية، زي إيه مثلا؟
ممكن أبدأ بالخط أو الكسرة اللي بتكون فوق العين هكذا، بقارن المسافة بينها وما بين الحاجب، المسافة دي، وبيساعدني أجيبها بشكل سليم زي ما حضراتكم شايفين. هكذا ومنها نرسم الجفن العلوي هكذا، وهكذا. استقرينا على الخط اللي كنا راسمينه في البداية كده، انت رسمت اهم جزء في العين. طيب تعالوا نحط شوية تفاصيل هنا، القناة الدمعية اهي، نغمق شوية ونسيب حتة بيضة كإضاءة هكذا، الدايرة بتاعت العين من المهم جدا والأساسي جدا إنك ترسمها في مكانها، ما تتحركش منك ناحية اليمين ولا ناحية الشمال. ممكن نديها لون خفيف خالص كده على ما نظللها. طيب هنا بنعمل الكسرة اللي بتكون أسفل العين وبعض الرموش البسيطة جدا في الأعلى وفي الأسفل. في المرحلة دي يا فنانين هبدأ استخدم قلم ميكانيكي او قلم سنون، اي قلم موجود عندك، وهبدأ أأكد على الخطوط الداكنة بحيث اديها عمق اكتر وابرزها بشكل اوضح.